الكتاب هو معايشة أسبوعية لحراك على مدار تقريب 6 أشهر، معايشة متقطعة لأنه أحيانا كنت أقضي شهر شهرين في الجزائر ثم أعود إلى باريس، فتردد على ساحة الجمهورية للمشاركة في حراك المهاجرين ثم أعود إلى الجزائر. فلما تحدثت عن الشهداء يعودون الأسبوع، أنا استقيت هذا التعبير من شعارات الشعب العادي. الشعب العادي الذي خرج بصدور عارية، صدور سلمية، خلافا لما يقال عن تراجع الحراك أو تميز الحراك بتوجهات أو توجيهات نخبوية. أعتقد أن الشعب خرج كما كنا نعرف الشعب الذي سكت تقريب مدة 20 سنة أيام بوتفليقة، والذي وصفه حتى لا أذكر الاسم أحد الأدباء بالغاشي. الغاشي هذا أدهش، تجاوز كل أنواع النخب، وهو كما ترى يطالب بحياة، حياة كريمة، حياة عدل، حياة شرف، وحياة تعيد العزة للجزائري. من يقول أنه شعر وكأنه هو الشخص الذي كان من قبل يكذب، في تقديري الشخصي يكذب. لماذا؟ لأنه كل من انخرط وتظاهر وسط الشعب لم يصدق ماذا كان يرى. لماذا؟ لأنه بغض النظر عن التأويلات التي تقال عن هذه السلمية، المعايشة الأسبوعية وسط الشعب ترى الشعب بكافة فئاته. أنا شفت نماذج من الشعب العادي، شفت شيوخ عجايز في الشرفات يبكوا، شفت شبان يعني ما يسمى ذوي الحاجات الخاصة، شفت متحجبات، شفت سافرات، شفت ناس خرجوا من المساجد، شفت ناس لم يخرجوا من المساجد، لم يؤدوا الصلاة وتقاطعوا مع جزائريين كذلك أدوا الصلاة. الحراك فكك وكسر بعض الكثير من التأويلات النخبوية، والدليل على ذلك اليوم لا تجد مثقف يدعي أنه كان ينتظر هذا الحراك. الصورة التي أثرت فيها هي أعتقد في شهر أوت. ولماذا أقول شهر أوت؟ لأنه أعتقد أنه جمعة من الجمعات صادفت عيد ميلادي، فوجدت نفسي أعتقد أنه يوم 9 أوت كان يوم جمعة، وأنا من مواليد 9 أوت، فوجدت نفسي أولا نسيت عيد ميلادي ذلك اليوم، لأنه حينما تكون وسط هذا الشعب الذي خرج عاري الصدر بسلمية غير مسبوقة تنسى أمورك الخاصة وأمورك العائلية، فيصبح الحراك هو همك الأول والأخير. فكانت محمد حرارة لا تطاق أعتقد في ما بين البريد المركزي والجامعة. فسكان العمارات كانوا يرموا بالمياه الباردة من أعلى الشرفات على المتظاهرين حتى يستحموا ويعني يخفوا من وطأة الحرارة اللي كانت عليهم.
كيف يمكن للسلمية أن تكون عفوية؟ لا أعتقد. هذه السلمية إما هي نتاج وعي تأخر للبروز، إما نتاج أطراف توجه وهي خفية، لأنه السلمية هذه أعتقد أنها دخيلة إلى حد ما كحالة ثقافية. كل دارسي التاريخ المعاصر السياسي للجزائر يربطون هذا التاريخ بالعنف، فاليوم نحن أمام سلمية تخترق هذا التاريخ. لكن أنت هل تؤمن بسلمية شعبك؟ أنا أؤمن لأنها أمر واقع، بمعنى أنت مجبر أن تؤمن، أمر واقع يعني فتا كومبلي، أنت تعايش هذه السلمية مدة سنة، يعني في كل الحالات تؤولها بأيادي خفية ولا تؤولها هذا يصبح أمر ثانوي، أنت أمام كما ترى شيئا ماديا أمامك. هذه السلمية هي مستمرة لغاية اليوم. إذن هذه السلمية التي تدوم سنة كاملة بغض النظر عن اتفاقنا أو عدم اتفاقنا لتأويلها، هي حالة ملموسة قائمة بادية للعيان. من يمكن أن ينكرها؟ لا أعتقد. إذن هذا مكسب لم نرى مثيله في العالم. أبو علام، أنت أكيد أنك التقيت مع زملائك صحفيين فنانين وغيره وأشخاص وربما من عائلات الذين فقدوا أشخاص من عائلاتهم قتلوا من طرف الإرهاب، هل هؤلاء مثلا يسيرون في الشوارع طبعاً بالقرب؟ يعني واحد من جبهة إسلامية الإنقاذ هل يمشي مع شيوعي سابق؟ أنا هل شفت هذا المظاهر؟ أنا بالنسبة لي لماذا أؤمن بالحراك؟ أؤمن بالحراك لماذا؟ لأنه احتككت مع النخبوي اليساري المحسوب على ماضي سياسي يناقض تماما ماضي الإسلامي، ولحد الآن قبل أيام ترى واضح أنه في بعض الناس واضح أنه محسوبين على التيار الإسلامي. في المسيرة أمامه شابة سافرة بمكياج، ربما أحسن تقول بدون حجاب، سافرة شوية لا صعبة، سافرة لأنك تنطلع عندك موقف. لا هو سافرة، هو التأويل اللغوي يعني المناقض للمتحجبة، يعني ما هوش يعني كما نقولوا احنا بيجوراتيف. فالسلطة حاولت أن تمرر خطاب الأقلية المؤدلجة التغريبية، فالواقع يفند هذا. لماذا؟ لأنه حينما تنزل إلى الشارع أنت تجد متظاهرين بمفهوم تغريبيين، ترى غير تغريبيين في ملابسهم في كلامهم، تجد كل الحساسيات الاجتماعية والإيديولوجية، وهذه هي هنا تكمن قوة الحراك. بمعنى اليوم الجزائري الذل الذي أحس به الجزائري يطال كل الحساسيات. هل هناك حراك 22 فبراير وبعده وما بعده
كان كثير اللي يصنف الحراك الى يقول لك لا غد تغيرت الاجيال واستولى يعني اللي تيار البربري عليها لذلك تظهر الرايات الامازيغيه. كيف يتعامل مع الناس وكيف تشوف انت؟ انا شخصيا لا اؤمن في المطلق لا اؤمن بهذا الكلام. هل هناك شيء يعني لا تؤمن شيء بماذا؟ لان الاسئله ربما لا اؤمن بالتاويل المطلق. القول ان الحراك اليوم غير حراك البداية وهو شيء طبيعي إذا تغير الحراك، لأنه في كل الانتفاضات والثورات الشعبية فيه مد وجزر، هذا شيء من ناحية السياسية شيء صحي. هناك من يلتحق، هناك من ينزل من قطاع الحراك، هناك من أنا عندي معلومات مثلا أنه فيه ناس انتخبت على التبون وطالها اليأس بعد شهور من الانتخابات، وهناك أناس كذلك خرجت من الحراك لأنها اعتقدت أن فيه نزعة يسارية بربرية تغريبية فرنكوفونية فرنكوفيلية تقود الحراك. أنا أعرف جيران وقابلت أشخاص من حي، ناس لا يعرفون ما معنى التغريب لأنهم لا يجيدون اللغة العربية، ولو تقول له غرامشي يقول لك هل هو ماركة حذاء أم شيء أو ماركس أو وتجده في الحراك لأنه يؤمن أن جزائر الظلم لا يمكن أن تستمر بغير شعارات التي ترفعها النخبة. إذن يبدو لي من يحمل الخطاب هو يدخل في صلب الثورة المضادة، يدخل في صلب الثورة المضادة. والدليل على عدم صحة هذا حتى الحساسية الوطنية والعروبية لأول مرة تنقسم على نفسها في الجزائر. هذا أنا كذلك باديسي، لكن أنا مش باديسي السلطة. الباديسية أنت تقدر تعبر عليها بعدة أشكال كمثل أعلى فكري أو أخلاقي، لكن هناك باديسية إن صح التعبير رسمية. لويزا حنون كانت في المعارضة محسوبة على اليسار لكن محسوبة على فساد بوتفليقة. إذن يجب أن لا نكون ميكانيكيين في التحليل، بمعنى أزمة الجزائر اليوم لا يجب أن نربطها أو نخندقها إن صح التعبير بجهة ما. عدة أطراف تتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه، وهنا تنكسر كل الشعارات. عندك علاقة قوية مع الوالدة ونشوفه في الفيديوهات، هذا هل أخذتها إلى المظاهرات؟ أنت تسعدني، في نفس الوقت تفتح جرح لا أريد أن فتحه وأنا بعيد عن الوالدة، لأنها أصبحت عاجزة جسديا عن المشي كما يجب تمشي، لكن أن تقوم بمظاهرة في الحراك فألبستها العلم الوطني مرة في المطبخ وصورت فيديو وقلت لها يما قومي بالحراك في المطبخ. للأسف تحت وطأة مرضها لم تلتقط الرسالة، لكن كنت نصور فيها، وطبعا في تلك اللحظة لم أملك يعني تمالك يعني به. وكما بكيت وسط الجماهير بكيت وأنا أرى أمي ملفوفة بالعلم الوطني.